ناتجة عن داء السل كيقيس السحاية. ملي كنعيطو لهم المناجيت على زعما واحد الوقت كانت موضوع الساعة في العرائس، لأن كانو عندنا بزاف الحالات متتابعة. بالنسبة لهاد الوليد هاد الطفل، حيت مكاينش غير الحليب المبستر، راه كاين بزاف غير الغلة، راه كاين بزاف ديال العوامل أخرى، ويقدر يكون خداها عن طريق استنشاق مزاق، ولا شي واحد عطس قدامه، ولا تلخم قدامه، ويقدر يكون داز من الرئة للغدد اللمفاوية، ماشي ولا بدا يكون شربها عن طريق الحليب، ولا راه تكون بعض المرات كدوز عن طريق الرئة، غير في عطمة تستقر في الرئة كتمشي عبر الدم وكتمشي لبلايص وحداها، ما كيكونش معدي، ولكن حتى هما زعما كثيرية المرضى كيكون عندهم المناعة طايحة، أولا إيتر ضعيفة، أولا إيتر فيروس بحال اللي قلنا، حتى فيروس كبد يقدر يدير لنا مشكل ديال مرض السل ولا أمراض بكتيرية أخرى. تتكون مناعة ضعيفة، كيف هاد البكتيريا كتدخل في الدات كدير، هي إلا جينا نشوفو 10% ديال الناس كتلقاهم فايت لهم خداو بكتيريا ديال السل، راه عندهم في داتهم، غير المناعة قوية مكيديروش المرض وما كيكونوش معديين، ولكن تقدر في واحد الفترة ديال حياتهم، ولا أكثرية بالنسبة للناس اللي كيدخنو، ولا اللي عندهم مرض السكري، كاين بعض الأمراض اللي تقدر تعاون بزاف باش كيبان المرض. واكثريه اللي لاحظنا حتى الناس اللي كيعيشوا ظروف صعيبه في المنزل، الحرمان اللي كيكونوا اكتضاض، تتجمعوا عوامل كيكون ليجين ما تيكونش، لان خصنا نعرفوا واحد القضيه، هذيك البكتيريا ديال السل هي واحد البكتيريا اللي تري ريزيستونت، اللي كتحمل الجفاف وكتحمل حتى البروده. بعدين تعطينا درتها في المشواخ كلينكس ولحتو شي بلاصه، ولا شي واحد بزق وداز زعما يقدر يتآذى، لان ما كيبقى ويقدر يعادي. دونك كاين النظافه، خصنا ناكدوا بزاف على النظافه، سورتو في المدارس، حتى شفتو في المعمل خدامه قدامها هي كتسعلس كيف دوزاتو لها، وتيكون الجو اكتضاض، وتيكون التهويه ما كايناش، وتيكون التعب زعما كتلقاهم. وناس اللي عندهم اولى عمل متعب ما كيناعشوش بزاف وكيكونوا تعبانين، هذه بحال على غير الامراض الاخرى اللي كتكون مناعيه بحال لي كونسير، بحال كتلقى واحد الشكل بارتيكولي، ما غتلقاش شي حد اللي فرحان وعايش مزيان وعايش في ظروف كيدير رياضه وكياكل تغذيه صحيه، قليل فاش تلقاه يمرض امراض بحال هذا. دو امراض اللي كيتعلقوا بسوء التغذيه، بضعف المناعه، وبالستريس، زعما تيتجمعوا بزاف العوامل. زعما ويرجع الفضل الى واحد العالم الماني سميتو روبرت كوخ، هو اللي لقى ديك البكتيريا المسببة للمرض 1882، داكشي علاش بدينا كنسميوه هو باسي دو كوك، سميت هذيك البكتيريا على الاسم ديالو. هاد السل تسبب في ملايين من الوفيات حول العالم، وفي سنة 1946 تم اكتشاف مضاد حيوي سميتو ستريبتوميسين، واللي الحمد لله بفضله تمكنا من حد انتشار قتل ميكروب السل، هو وبعض المضادات الحيوية الأخرى اللي غنهضرو عليها بالتفصيل مع السيسيبة هادي. إذا اللي خصنا نعرفو بأن هذا مرض اللي الحمد لله كاين العلاج ديالو، ولكن مازال يشكل خطورة، لانه باقي ما قدرناش نحدوا من الانتشار ديالو. دونك احنا غنهضروا على هادشي ان شاء الله بالتفصيل. كاين واحد التاريخ اللي حتى هو تيستوقفنا، سنه 1985 مع ظهور فيروس نقصان المناعه البشريه، فيروس السيدا، حتى
فهو تسبب في ازدياد الحالات ديال السل في العالم. والبلدان بلدان العالم الأغلبية ديالها دخلها في واحد برنامج لمحاربة السل، ومن أحد غايات ديال أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، والمغرب تهو في ما بين البلدان اللي سطر هذا الهدف، بين هذه الأهداف وضع نهاية لداء السل في 2030. دونك إن شاء الله كاين مجهودات اللي خصها الدار، كاين مجهودات اللي كتطلب منا الجميع تضافر العمل من أجل الحد من مرض السل، اللي كتعرفوا بأنه مرض ماشي غير فيه غير الجانب الصحي، المرض دي محددات ديالو كتشمل بزاف ديال المجالات، منها سوء التغذية، منها سوء السكن غير اللائق، منها الحالة الاجتماعية اللي كتكون زعما صعبة. كاين المهم كاين بزاف العوامل من بعد غنطرقوا لهم بالتفصيل. دونك مرحبا بالجميع، وما نطولش عليكم. يوميا وكدار مجانيا، ثلاثة ديال التحاليل كيداروا مجانيا، إذا ما نضطرش يكون مشكل ديال الإمكانيات، غير الناس ما عارفينش، أنا متأكدة بأن احنا ما عرفتش، يمكن غلطة فينا احنا ما كنقولوها لهمش، ما كنأكدوش عليهم. التواصل قليل، التواصل قليل بالنظر لعدة عوامل، لأن حتى ملي كيكون لاسيغشان تكون خدمة راه صعيب باش تتواصل مع كل واحد وتفسر له مزيان. ولكن هذا هو الدور الجمعية، إلا قدرتو تعاونونا غير في التحسيس للناس زعما تواصلوا معاهم. وتا بالنسبة لواحد المرة كانت طلباتنا واحد الجمعية نديرو نشاط في مدرسة نقلبو الأطفال، قلت لها زعما إلا قدرتو نتوما هاد الحالة الملفات، أنا هادي شي حاجة لي كيمتي أكور. الصحة المدرسية كتطلب إمكانيات لأن حنا الأطباء قلال، إذا قدرنا تعاونوا معنا هذوك الأطفال حالة الملفات، نشوفوا لهم واحد الوقت باش يمكن يتقلبوا ويكون واحد التنسيق بيننا وبين الجمعيات، تنظن غنقدروا نحلوا بزاف المشاكل عند الأطفال. وعاوناتنا بزاف لانه لو الاساسي دا غير غير كيبانوا له في شويه كيبقى يقبض في راسو ولا شويه يمشي، وهذا تيسبتو المستعجل زعما هي تتبان شي حاجه اللي واقعه قليل، ولكن راه تعطي نتائج زوينه زعما على المدى القصير حتى الطويل. هذه زعما تجربه وقعت لنا في التهاب الصحيه، عاونونا بزاف الاساسيين.